هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في بداية تعاملات أسبوع جديد، لنلقي نظرة معا على المؤشرات العالمية والعربية والخليجية وأيضا أسعار النفط والعملات والمعادن. نبدأ مشاهدينا الكرام بالتعرف على آخر المؤشرات المحدثة، ونبدأ بالكويت التي افتتحت قبل قليل على انخفاض في حالة تذبذب عند 0.07% في المنطقة الحمراء، كما نتابع أبو ظبي كذلك الحال لكن 0.20% باللون الأحمر. نتجه إلى دبي حيث أيضا تتابع الأسواق الأخرى انخفاضا 0.13%. سلطنة عمان كذلك أيضا 0.05% في المنطقة الحمراء. نذهب لنتعرف على آخر إغلاقات المؤشرات يوم الخميس والتي لم تفتح بعد أبوابها، ونتابع أولا من السوق القطري، حيث أنهت البورصة القطرية تعاملات الخميس على ارتفاع بأكثر من 1% مدعومة بصعود 6 قطاعات على رأسها البنوك. وارتفع عدد من الأسهم القيادية أبرزها بنك قطر الوطني وإزدان وصناعة قطر، وتصدر سهم دلالة الأسهم المرتفعة. وانخفض المؤشر للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 2.4%، كما تراجعت السيولة بنحو 23%. اختتمت البورصة السعودية تعاملات الخميس على انخفاض بنحو 0.18% متأثرة بهبوط جماعي للقطاعات القيادية، وتراجع 158 سهما تصدرها سوليديرتي ب 5.4% وسباك بنسبة 1.2% وزين السعودية ب 1.6%، كما ارتفع 12 سهما تصدرها جبل عمر ب 3% والمواساة ب 2% والأحساء بنحو 2% أيضا، كما خسر المؤشر 1.4%. أنهى مؤشر نمو السوق الموازي السعودي تعاملات الخميس متراجعا ب 1.8% متأثرا بتراجع جميع الأسهم باستثناء سهم العمران. اختتم مؤشر البورصة المصرية EGX 30 مرتفعا بنحو 1% في نهاية تعاملات الخميس، وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الحديد والصلب بتلاه العربية لحليج الأقطان ثم حديد عز، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة أوراسكوم للاتصالات ومجموعة جي إم سي وبالم هيلز. وعلى مدار الأسبوع الماضي صعد المؤشر بنسبة 4.4% مدعوما بمشتريات المستثمرين الأجانب. الآن مشاهدينا الكرام نترككم للتعرف على المؤشرات العالمية وأسعار النفط والعملات والمعادن. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا السيد أحمد عقل المحلل المالي، أهلا بك سيد عقل. أبدأ معك بنظرة عامة على المؤشرات الخليجية التي افتتحت قبل قليل، الكويت أبو ظبي ودبي وسلطنة عمان على انخفاض بنسبة ما بين 0.10% و13%. هناك على ما يبدو نزعة مضاربية في ظل قلة السيولة في الأسواق الخليجية، كيف صحيح. تعلق على أداء البورصات التي افتتحت حتى الآن؟ يعني في عنا أولا انتهاء موسم التوزيعات، وبالتالي انتهاء المحفزات الداخلية من توزيعات ومن أرباح،
ولا ننسى أيضا بالأيام الأخيرة ضغوطات كبيرة من أسعار النفط يعني على مستوى العالم، انخفاضات شفنا أسعار النفط وصلت إلى مستويات منخفضة نوعا ما خلال يومين، وصلنا لمستويات 52 تقريبا 51 و37، صحيح الآن 51 تقريبا و37 من مستويات 56 تقريبا، فعم نحكي ما يقارب 10% بخلال يومين أو ثلاثة. لا شك أنه بشكل سريع له تأثير مباشر على بعض الأسواق. طيب فيما يتعلق ببورصة قطر تحديدا، هي على وشك أن تفتح أبوابها الآن أو فتحت يعني بالأحرى ب 13% انخفاضا. الأسبوع الماضي كان هناك تراجع في حجم السيولة وأيضا في المؤشر العام مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، صحيح. كيف تنظر وتتوقع أداء البورصة القطرية التي وإن كانت هناك أحجام سيولة جيدة نوعا ما مقارنة بطبيعة السيولة في السوق القطري، إلا أن المؤشر لا يرتفع كثيرا؟ صحيح، يعني هو بخلال الأسبوع الفائت كان في عنا ضغوطات، كان في عنا كثير من الجمعيات العمومية التي أقرت التوزيعات، وبالتالي كنا عم نشوف كل يوم تقريبا انخفاض لعدد من الأسهم. شفنا بإحدى الجلسات كان عنا بنك الدوحة وشركة وقود وشركات أخرى كلها كانت بنفس اليوم تقريبا، وهي بالنهاية شركات لها دور بهذا المؤشر وهي جزء من المؤشر. أعتقد أنه انتهاء فترة التوزيعات كان لها سبب يعني رئيسي. بالنسبة لانخفاض السيولة نوعا ما الأسبوع الماضي، نحن بنعرف أنه كان عندنا أيضا إجازة بأول يوم من الأسبوع، كانت اللي هي أول يوم أحد كانت إجازة للمؤسسات المالية، وبالتالي كان التداول لأربعة أيام فقط مقارنة مع خمسة بالأسبوع السابق. المؤشر خلال الجلسة الأسبوع الفائت كسر عدة نقاط كانت مهمة نوعا ما، 10600 و10500، وصل لمستويات 10375 تقريبا، 10400 10375 نقاط دعم مهمة ارتد منا للإغلاق فوق مستوى 10400، هذا اللي شفناه خلال الأسبوع الفائت. نتمنى حاليا المحافظة على مستويات 10400، هذا أكثر أقصى الأمان حاليا في ظل مهم جدا لاستمرار روح التفاؤل بالارتفاع الأخير، لأنه نحن شفنا يوم الخميس ارتفاع 105 نقاط، وبالتالي هذا الارتفاع إما أن يكون هو ارتدادة بسبب وصول المؤشر إلى نقطة دعم مهمة ومن ثم يعود ليكسرها وينزل إلى نقاط أقل، أو تكون إن شاء الله ارتدادة حقيقية. متى نعتبر أنه هو ارتداد ولن يعود لأسفل هذه النقاط؟ إذا ثبت مبدئيا فوق مستوى 10400، ولكن هذا الارتداد 105 نقاط التي ارتفع بها المؤشر الخميس الماضي كانت بعد هبوط أكثر من 200 نقطة بيومين سابقين عليه، صحيح. يعني حتى مع ارتفاع 105 نقاط كانت محصلة الأسبوع هبوط حوالي 253 نقطة، صح. برغم ارتفاع 105 نقطة. طيب السوق المصري أيضا هناك حالة من الانتعاشة، يواصل المؤشر ما زلنا بنفس الأجواء، نحن قلنا لا جديد برأيك؟ بورصة القاهرة بشكل عام اليوم الأخبار وخاصة أخبار الاقتصاد وأخبار الجنيه المصري هن هودي المحفزات الأساسية. الآن وضع الأسهم والشركات مهم وجيد، ولكن ليس بدرجة الحركة اللي عم نشوفها. يعني نحن عم نشوف ارتفاعات، إذا بنجي من أول السنة لهلأ بعض الشركات ارتفعت 60-70% يمكن، برغم أنه أداء واحد هو انخفاض القوة الشرائية للجنيه، وبالتالي بما أنه هذه الأسهم هي مسعرة بالجنيه المصري فأصبح سعرها أكثر إغراء للمستثمر، هيدا واحد، وللمستثمر الداخلي والمستثمر الخارجي. لأنه بالنهاية لما يصير عندك التضخم، لما جميع السلع يرتفع سعرها ويبقى سعر سهم معين بمراحل بخمسة جنيه ولا بعشرة جنيه، مع أنه علبة اللبن يمكن صارت أغلى، فبالتالي أصبح حتى للمستثمر الداخلي هذا الاستثمار هو جيد بهذا الوقت. شكرك حتى اللحظة سيد أحمد عقل. مشاهدينا الكرام، نذكركم دائما بأنه يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتي برنامج البورصة على فيسبوك وتويتر. بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام لدينا فقرات أخرى، كونوا معنا. كل قرار اتخذ تمت حساباته بدقة، قيمت مخاطره، جمعت الرؤى وتم تحليلها بعناية ضمن استراتيجية ساعدتني لتوقع ما سيحدث، وحين قررت كانت الجائزة. مع دلالة، كل تجربة جديدة تجعلني أقوى. دلالة القابضة، الثقة والابتكار. أهلا
أهلا مجددا مشاهدينا. تعد المؤشرات من بين أهم الأدوات التي يتم من خلالها تقييم الأداء العام لاقتصاديات الدول، كما تستعمل لقياس أداء أسواق الأسهم بشكل إجمالي أو قطاعات معينة. نتعرف اليوم مشاهدينا على مؤشر ستاندرد أند بوز 500، ونبدأ بهذا التعريف لهذا المؤشر. فهو مؤشر سوق أسهم أمريكي أطلق عام 1923 من طرف المؤسسة العالمية ستاندرد أند بوز الرائدة في الإحصاءات والتصنيفات الائتمانية. يقيس أداء أكبر 500 شركة بسوق الأسهم الأمريكية اعتمادا على القيمة السوقية للأسهم المتداولة ببورصتي نيويورك وناسداك. والمؤشر يشمل كل الأسهم في مؤشر داو جونز، وأيضا 470 سهما إضافيا، ويهدف إلى أن يكون مؤشرا رئيسيا لسوق الأسهم الأمريكية. يشترط لإدراج الشركة ألا تقل القيمة السوقية عن 5 مليارات و300 مليون دولار، وحجم التداول الشهري لا يقل عن 250 ألف سهم. كما يشترط أن تكون الشركة مدرجة في بورصتي نيويورك وناسداك، وتندرج قيمتها السوقية ضمن أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة. يتم حساب الشركات في المؤشر بحسب القيمة السوقية الشاملة للأسهم. أبرز أنواع التداولات المالية بالمؤشر عقود الفروقات، أي تداول الأصول دون امتلاكها، وهو عقد بين الوسيط والعميل يدفع المشتري بمقتضاه للبائع الفرق بين القيمة الحالية للأصل والقيمة في وقت العقد. إذن سيد عقل، نبدأ بهذه النقطة تحديدا، ماذا يعني عقود الفروقات؟ عقود الفروقات هي يعني شوي جملة مختصرة ولكن واضحة، تداول الأصول دون امتلاكها. هو أن يعمل الشخص على شراء أو بيع أسهم ولكن عن طريق المخاطرة بفرق معين لأسعار هذه الأسهم. يعني يقوم شخص يعني طلب شراء، خلينا نقول 1000 سهم من أي شركة موجودة بالبورصة. هذه 1000 سهم قيمتها ممكن تكون كل سهم 100، وبالتالي 100 ألف ريال. ولكن هذا الشخص يقوم بالعمل أو يمتلك خلينا نقول 20 ألف ريال، فهو يقوم ببعض البورصات مثل بورصة ستاندرد أند بورز، موجود عندهم هذه الخدمة. يقومون هم بشراء 100 ألف أو هذه 1000 سهم له مقابل مبلغ 20 ألف ريال فقط اللي هو بيملكهم. هودي بيكونوا موجودين كحساب فروقات، أي مجموع خسائره يجب أن لا يتعدى 20 ألف ريال زائد عمولات الشركة. وبالتالي هني حاميين حالهم بال20 ألف التي هو يودعها لديهم، بأنه في حال انخفاض سعر الأسهم مع أرباحهم عن إلى هذا المستوى يقومون ببيع الأسهم بشكل مباشر. وبالتالي هني بيكونوا أمنوا أو ضمنوا الحصول على فرق الخسارة على اللي هو الفروقات وعلى أتعابهم. وفي حال ارتفاع الأسهم فهو يملك الأسهم ويقوم ببيعها بسعر طيب. عالي، يأخذ يحصل على الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء. طيب، من الذي أصلا يحق له أن يطلق مؤشرات؟ يعني هل أي شخص يمكن أن مؤسسة أن تطلق مؤشر ما بالتنسيق مع البورصة؟ يمكن كيف تتم هذه العملية؟ يعني يمكن لأي شخص، أي شخص يعمل مؤشر، يعني حتى شخص عادي ممكن هذا يعني مؤشر كذا أو كذا. ولكن هل هذا المؤشر معترف به؟ هل هذا المؤشر متابع؟ هل هذا المؤشر هناك من يعمل ويشتري عليه؟ هذا موضوع له مصداقية، له ثقة، وهل هو مؤشر ذو مصداقية ويتم الإعلان عنه ويتم الاعتراف فيه من الجميع؟ المؤشر هو أنك أنت تختار مجموعة من الشركات بتعتبرهم هودي عينة يمثلون بورصة معينة، بتقول هودي الشركات بهذه الأسعار هي نقطة صفر، ومن الآن أي ارتفاعات سيكون مؤشر ارتفع، وأي انخفاضات عن هذه الأسعار مؤشر انخفض. ولكن هل هذا المؤشر مثل ما حكينا معترف فيه يمثل حقيقة هناك من يلاحق هذه المؤشرات؟ هناك حاجة أصلاً لإطلاق هذا المؤشر صحيح. لمتابعة نوعية شركات معينة؟ صحيح. يعني مثلاً ولكن الشركات الإسلامية حينما تكون هناك بورصة بها شركات إسلامية وشركات مثلاً عادية، مثلاً شفنا ببورصة الدوحة في عنا مؤشر ريان إسلامي وفي عنا مؤشر البورصة. النقطة أنه المؤشر هذا هل هو ذو مصداقية؟ يعني هل أنا منقي الشركات بناء لكريتيريا معينة ولا لا؟ وبعدين من الذي يتابع هذا المؤشر؟ لأنه أنا إذا عملت أي مؤشر وما حدا بتابعه بالنهاية هو ليس ذو قيمة.
قوة هذه المؤشرات تأتي من أين؟ شركات قوية ذات يعني مثلا ستاندرد أند يعني بورز هي من 1860 أعتقد، وهي شركة متخصصة في مجال التصنيف الائتماني ولها ثقة، التصنيف الائتماني وبقوة الشركات وملاءتها المالية، وبالتالي بدأت تختار 500 شركة معينة يكون لهم، هي أعتقد بدأت بـ40 شركة ولكن وصلنا لوقت صار في 500 أكبر 500 شركة ذات قوة وملاءة مالية، حطتهم بمؤشر واحد حتى يستطيع من يتابع السوق الأمريكي أن يلقي دائما نظرة على نتيجة محصلة لأداء هالـ500 شركة وبالتالي يوميا. لولا أنها شركة أصلا في الأصل قوية ولديها استثمارات ثانية تستطيع توسيع من استثماراتها يتابع أخبارها، صحيح، فبالتالي من هاتين النقطتين انطلقت فكرة أن يكون هناك مؤشر لشركة ما. صحيح، وفي عندنا مؤشرات، يعني في عندنا مؤشر داو جونز، في عندنا الستاندرد أند يعني بورز، في عندنا غيره ونازدك وغيره وغيره وغيره، حتى يعني مرات ممكن بعض المؤشرات تختار أفضل 100 شركة، أفضل 30، لكل نظرته حسب حاجة السوق برأيه. يأتي مستثمر مثلا يقول أنا لا أريد الشراء بشركة محددة، أنا سأشتري بهذا المؤشر، بيطلع على أداء المؤشر بشوفه أنه دائما هو بعملية ارتفاع، يتيح المؤشر شراء أيضا أسهم من خلاله. حينما تشتري سهم في المؤشر فأنت تشتري في كل الشركات. أيوة، إيه، بتشتري وحدة من هذه المؤشر، يعني بسموها مش سهم، وحدة. أوكي، فهذه الوحدة هي يعني مثل. طب للتوضيح مرة أخرى، يعني في حالة أن هناك مؤشر ب 500 شركة، أنا حينما أشتري في هذا المؤشر أشتري وحدة وأشتري في 500 شركة. وحدة من هذا الصندوق. ولكن تشمل 500. يقوم الشراء بهال 500. وبالتالي تقل المخاطرة. أكيد أكيد، لأنه أنت صرت اليوم عم بتنوع ضمن أفضل 500 شركة حسب رأي إحدى الشركات. بنشوف الصناديق الأجنبية مؤشرات MSCI، مؤشر فوتسي وغيره، لما يقوموا بالشراء ببورصة قطر من يقوم بالشراء؟ مستثمرين، ولكن مستثمرين يقوموا بالشراء باسم صندوق فوتسي أو MSCI، هن عم يشتروا وحدة من هذا المؤشر الذي هو يقوم بتجميع مطلوب منه 1,000,000 وحدة. الآن هذه 1,000,000 وحدة هي عبارة عن 100 سهم بصناعات، 1,000 سهم بQMB، 5 أسهم بكذا بكذا مثلا، عم نعطي أمثلة، أكيد بجمعهم كلهم لتصير قيمتهم 1,000,000 الذي تم استثمارهم فيه. وحينما يشتري أحد في هذا المؤشر فإنه يشتري في كل هذه وإذا ارتفع المؤشر أنت حققت أرباح بنفس قيمة ارتفاع المؤشر. صحيح. وإذا انخفض المؤشر 5% فأنت خسارتك بقيمة ما استثمرت فيه 5%. على عكس البورصة حينما أشتري أشتري في أسهم، في سهم معين، سهم معين ممكن البورصة، وليس في كل ممكن الأسهم كما في حالة ممكن البورصة المؤشر نازل أو مؤشر البورصة نازل وسهمك الوحيد المرتفع فأنت تحقق أرباح بالرغم من أنه معظم المستثمرين خسر. أشكرك على هذا التوضيح، ابقى معنا مشاهدينا الكرام بعد الفاصل يحين وقت الفقرة الخاصة بالتعليقات على موقع صفحتي برنامج البورصة على فيسبوك وتويتر، كونوا معنا. ما رأيكم إذن مشاهدين في توجه بعض الحكومات لبيع شركات مملوكة للدولة وخصخصة البنوك بطرح أسهمها في البورصة، وما هي مقترحاتكم بهذا الشأن؟ نتابع تعليقات الواردة إلينا حتى الآن، نبدأ بالتعليق الأول. تقول فهد: لعبة أصحاب رؤوس المال الضخمة والمتحكمة بهبوط وارتفاع الأسهم في ظل الأجواء المناسبة. تعليق آخر نتابعه على الشاشة: لا أعرف شيئا عن الاستثمار في البورصة، فهموني. الاستثمار بالبورصة هو استثمار بالنهاية، أنت تقوم بشراء حصص بشركات موجودة، من الناحية القانونية إذا بدك أنت شريك بهذه الشركات، مساهم، يعني شريك مساهم، تمتلك أسهم في هذه الشركة، وبالتالي لك حق حضور، لك حق التسويق والجمعية العمومية والحصول على الأرباح في حال توزيعها، في حال كنت مالك للسهم، وفي حال تصفية الشركة أنت يمكنك الحصول على القيمة الدفترية عند التصفية، ما يتبقى من التصفية يتم توزيعه على المساهمين. فإذا أنت مالك وكأنك مالك بأي شركة عادية. الفرق أنه معظم الشركات المدرجة بالبورصة هي شركات كبرى وبالتالي عدد أسهمها كبير، وأنت تملك عادة عدد أقل من الأسهم، وبالتالي أنت لست يعني بشركة عائلية ولا شخصية أنت مالك وتدخل إلى الشركة أنا أريد أن لا، هناك مجلس إدارة، هناك مجلس مساهمين، هناك
جمعيات عمومية وغير عمومية لاتخاذ قرارات الإدارة بهذه الشركة. حابب أعرف علموني، يقصد عن البورصة، أنت يعني أوضحت بعض الأشياء، إزاي أستثمر في البورصة ويعني إيه بورصة؟ البورصة بشكل دغري سريع هي سوق يتم فيه التلاقي بين من يملك أسهم بشركات مدرجة في هذه البورصة ومن يرغب بشرائها. يملك البيع والشراء هي لسلعة ما تسمى سوق. أسهم سوق تلاقي البائع مع المشتري، ولكن لسلعة تسمى أسهم مثل سوق الذهب اسمه سوق ذهب، سوق الأسهم اسمه بورصة وهو اسم أجنبي يعني هو شراء سلعة، وهناك من يريد أن يبيع وهناك من يريد أن يشتري وبالتالي يلتقي في هذا السوق الإرادتان الذي هو سوق الأسهم البورصة اللي هو بطل له مكان محدد إذا بدك، هو أصبح حتى أونلاين، أنت مجرد التقائك معه أونلاين صح. بنفس الويب سايت هذا يعني أنه والمتحكم في الصعود والهبوط العرض والطلب وبعض الأخبار التي ربما تؤثر على أيضا وأداء الشركات أكيد، لأنه أنت وأداء الشركات والنتائج يعني هذه السلعة هي مختلفة لأنه هي شركة وبالتالي أداء الشركة وأرباحها هو ما يؤثر على سعرها وليس فقط الطلب والعرض من الناس. طيب أشكرك حتى اللحظة، ونصل إذن سيد أحمد عقل إلى ختام هذه الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا، المحلل المالي كنت ضيفنا في البرنامج، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. ساعتان من الآن تفصلنا عن تغطية جديدة عبر شاشة الجزيرة مباشر من قاعة تداول البورصة القطرية، كونوا معنا دائما، السلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار.